الثانية باش يأمنها السيد وزير المالية سي نزار يعيش في خصوص تحين الميزانية وآخر مؤشرات الوضع المالي. آخر تدخل باش يكون للسيدة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى مدام لبنى جريبي، وذلك لاستعراض محاور خطة الإنقاذ. المداخلة الأولى السيد سليم عزيبي، تفضل. بارك الله فيك ومرحبا بكل الحضور اليوم. في الحقيقة سأفتتح هذه الندوة الصحفية في إطار التحضير لمخطط الإنقاذ الاقتصادي إثر جائحة الكورونا. قامت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بضبط التوقعات لمؤشرات الاقتصادية، ما يسمى بالكدغاج ماكرو إيكونوميك، وتحيين المعطيات النمو لموفى سنة 2020، مع تحديد أدق لانعكاسات الأزمة على الاقتصاد التونسي ورؤية أوضح للأفاق وفرص النمو اللي يلزم نستغلوها في المرحلة الإنقاذ. ولهنا نحب نحيي كل إطارات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وكل الكفاءات متاع الوزارات المعنية، لأنه العمل كان عمل مشترك، وكل كفاءات الإدارة التونسية اللي ساهمت في تحيين المعطيات وضبط مختلف الفرضيات. تعرفوا اللي ما نجمو نعاودو نبنيو معناتها خطة إنقاذ ولا إجراءات مالية اللي باش يقدموها السيدة الوزراء إلا ما نعاودو نحطو في إطار التحيينات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية الكلية. الأرقام اللي باش نقدموها اليوم ترتكز على فرضية أساسية، إنه الأزمة اللي عشناها في السداسي الأول عرفنا الذروة متاحة في السداسي الفرد، واللي باش نعرفوا اللي بنينا عليه تركزنا عليه اللي باش نعاودوا نرجعوا لتعافي الاقتصاد التونسي في السداسي الثاني. ولكن لازم نكونوا ايضا صريحين، التعافي باش يكون بطيء، تقريب البطء نتاعو اكثر من اللي كنا ننتظروا فيه، وكنا ننتظروا حتى على المستوى الدولي وكل المحللين على المستوى الدولي كانوا ينتظروا في تعافي سريع. ولكن في السداسي الثاني باش نعرفوا صحيح تعافي ولا باش يكون ابطا من اللي كنا نتوقعوا فيه. باش نحط الأمور في إطارها، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الكورونا ترجع لأربع عوامل أساسية. أولاً، انخفاض حاد للنشاط الاقتصادي يرجع بالأساس للحجر الصحي الشامل اللي عرفته تونس والعالم أجمع. اثنين، تراجع الاستهلاك الخاص بسبب انخفاض دخل العائلات. ثلاثة، انخفاض الطلب الخارجي بعلاقة مع توقف دورة الإنتاج العالمي وخاصة بالدول الأوروبية الشريكة للاقتصاد التونسي. وأخيرا، الضغط على الميزانية نتاع المالية العمومية بسبب تراجع كبير للموارد الجبائية وخاصة ارتفاع النفقات العمومية في علاقة بالإجراءات الاستثنائية اللي اتخذتها الحكومة، سواء كانت مساعدات اجتماعية أو مساعدات مالية للمؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل. تونس والحمد لله كما تعرفوا اجتزنا المرحلة الأولى من أزمة الكورونا، واليوم دخلنا تحدي مرحلة ما بعد الكورونا، والأكيد أن تونس بتتأثر بشكل كبير كما العالم الكل بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. باش نعطيكم فكرة مثلا على التوقعات المحينة الآن لنسب النمو عند جيراننا في أوروبا واللي هما السوق الأول اللي تونس مثلا ستتعامل معها، وهذوما توقعات صندوق النقد الدولي. في فرنسا نتوقع تراجع نسبة النمو ب 12.5%، في إيطاليا ب 12.8%، في ألمانيا إلا 7.8%، وفي تونس معطياتنا الرسمية اليوم تقول بعد الدراسات اللي عملناها على مستوى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومع كل الوزارات المعنية، تقول ان اخيرا معناتها خلطنا للرقم هذا اللي هو نتوقع تراجع بنسبة النمو في سنة 2020 بإلا 6.5%، وهذه باش تكون ثاني سنة بعد 2011 اللي نسجلوا فيها نسبة نمو سلبية منذ الثورة، وخامس مرة منذ الاستقلال بعد 1973 عرفنا نسبة تراجع ب 0.6%، وهذا كانت في علاقة بأزمة النفط والحرب في 73. في 82 عرفنا في تونس تراجع بنسبة 0.4%. في سنة 1986 عرفنا نسبة نمو سلبية إلا 1.4% بالعلاقة بالأزمة الاقتصادية اللي عرفتها تونس في نصف الأول من الثمانية. أزمة بتكون معناتها نسبة نمو تراجع كبير مقارنة من بعد الاستقلال. النسبة هذه راجعة بالأساس إلى تراجع نسب النمو في جل القطاعات الاقتصادية، خاصة صناعة النسيج، الصناعة الميكانيكية والكهربائية، النقل والسياحة اللي يمثلوا تقريب 20% من الناتج القومي الخام وعندهم طاقات تشغيلية عالية، بالإضافة إلى تراجع الصادرات. باش نعطيكم معناتها الأربع القطاعات المهمة ذوما وتقديراتنا النهائية بالنسبة للنمو متاعهم السنة.
فيما يخص الصناعات المعمليه الا 14.8% من هون لاخر سنه 2020. الصناعات الغير المعمليه الا 3.3%. الخدمات المسوقه الا 10%. والخدمات الغير مسوقه معناتها توسكي ادمنستراتيف الاداره نسبه نمو مش سلبيه زايد 0.5%. هذا ما يعنيش انه في الازمه هذه كانت فما اخبار ساره، ايضا فما زاد اخبار ساره، وهما هو الدور المحوري اللي قام به القطاع الفلاحي اللي كان القاطره نتاع تونس في المرحله السابقه وفي السنه كان في توفير قبل كل شيء الامن الغذائي خلال فتره الحجر الصحي، او في التخفيف من حده التداعيات الاقتصاديه للازمه. في 2020 قطاع الفلاحه والصيد البحري يسجل نسبه نمو ايجابيه 5.2% مع ارتفاع ب 6.6% في الصادرات القطاع خلال الخمسه الاشهر الاولى متاع سنه 2020. تراجع النمو باش يرافقه ايضا انخفاض استهلاك الخاص بسبب تراجع الدخل الاسر وسلوك الحذر للمستهلكين نظرا لعدم وضوح الرؤيه المستقبليه. اثنين، انخفاض حجم الاستثمار الخاص بعلاقة مع تداعيات الحجر الصحي وتوقف الانتاج وضبابية الآفاق. ثلاثة، انكماش حجم المبادلات التجارية مع انخفاض أكثر حدة للعائدات السياحية والفترة الحرجة اللي يعيشها القطاع النقل على مستوى العالمي. وأخيرا تراجع نسبة التضخم إلى حدود 6% باعتبار تباطؤ طلب وتراجع أسعار العالمية للمحروقات. هذا الكل يقول أنه باش نعيشوا أزمة، صحيح، لكن الأزمة هذه ممكن نخلق منها فرص جدية حتى نبني رؤية جديدة للقطاعات الاستراتيجية ونأسسوا لمفهوم جديد للسيادة الوطنية كما تحدثنا قبيل على الدور المحوري للفلاحة مرتبطا أساسا بالقطاعات الطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية مع إعادة الاعتبار للمحور الأساسي والاستراتيجي وهو الدور الاجتماعي للدولة وضمان الحد الاجتماعي أدنى للتوانسة اللي ضروا أكثر وحود في الأزمة الفارطة. وتجربتنا خلال فترة الحجر ونحن في ذروة الأزمة الصحية وراتنا اللي فما عديد النقاط المضيئة اللي نجموا نرتكزوا عليها باش الانتعاش نتاع الاقتصاد نتاعنا يرجع في أقرب وقت. أولا، قطاعات الصناعة الصيدلية والخدمات القائمة على الرقمنة والتكنولوجيا أثبتوا أنهم من القطاعات الواعدة اللي عندنا فيهم دي شامبيون على المستوى الإقليمي ولازم اليوم ننفردوا معناتها بسياسات خاصة لهم القطاعات ونعطيهم الحجم نتاعهم على مستوى استراتيجي في التعامل تاع الدولة. اثنين، نجاحنا في تعبئة الموارد المالية الخارجية بنفس الحجم اللي تم برمجته في القانون المالية الأصلي وفي ظروف الشح المالي على المستوى العالمي وبشروط مالية ميسرة يثبت أن تونس عندها مصداقية وأصدقاء يقفوا معها وقت الشدة وأن موقعنا ومتانة علاقاتنا الدبلوماسية والمصداقية اللي تحظى بها بلادنا على المستوى العالمي نقطة قوة كبيرة لازم نحافظ عليها ونستثمر فيها أكثر. المعالجة التي اعتمدتها الحكومة واللي تركزت على إلى الحد الآن على تطويق التداعيات الاجتماعية للأزمة وتوفير المساعدات للمؤسسات المضرة باش تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبة البطالة وننتظر الأرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الثاني باش نشوفوا الأرقام هذه. أزمة الكورونا نجم نقولوا كانت رصاصة الرحمة اللي أطلقت على منوال التنمية القديم واللي قعدنا سنوات وتقريبا عشرات السنوات نحاول نرقعه. اليوم انتهى هذا منوال التنمية بالأزمة اللي عشناها وفينا من سياسة الترقيع وبشتعدوا إلى سياسة الإصلاحات الكبيرة خاطرها الأزمة هذه كشفت نهاية هذا منوال التنمية اللي كانت بمثابة رصاصة الرحمة ليه. في الخطة الحكومية فما بطبيعة هذا الكادراج ماكرو إيكونوميك اللي تحدثت عليه ولكن باش يكونوا فيها أربع محطات فيها بطبيعة خطة الإنقاذ اللي بتحدثوا عليها اليوم فيها أيضا الإجراءات المالية اللي بتحدث عليهم سيد الوزير المالية اليوم فيها أيضا القانون المالية اللي باش نبنيه للسنة المقبلة اللي باش يكون فيه بالطبيعة إصلاحات كبيرة وعميقة وأخيرا المخطط التنمية اللي باش نعملوه في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اللي باش يكون فيه إن شاء الله بلورة منوال تنمية جديد ياخذ بعين الاعتبار كل اللي تحدثنا عليه وإن شاء الله الحكومة باش تقدمه في الثلاثي الأول للعام المقبل. هذا هما الأربع محطات ونحيل الكلمة إلى زميلي السيد نزار عيش وزير المالية. مداخلة ثانية، تفضل سيد وزير. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، شكرا سيد الوزير. في ضوء المعطيات اللي أعطاه لكم سيد الوزير حبيت نعطي بعض الأرقام فيما يخص تحليل الميزانية 2020.
أول حاجة نحب نقول لكم الفرضيات اللي قاعدين نبنيوا عليها قاعدة تبدل تقريبا كل أسبوع. الفرضيات قاعدين نشوفوا أرقام جديدة بالنسبة لشركائنا في أوروبا وفي العالم، برشا منهم هبطوا في الفرضيات متاعهم، مربوطين برشا بالاقتصاد متاعهم. سعر البرميل زاد قاعد يتبدل وما زال مركحش، هبط برشا رجع ل 42 دولار، قاعد يطلع ما زال مش واضح. والحاجة الأخرى عدد أشياء أخرى مثلا السياحة في تونس، وكيفاش باش نمنعوا نسبة من السياحة إن شاء الله من الموسم السياحي السنة. فالعديد من الفرضيات قاعدة تتبدل، ولكن مش نعطيكم وين وصلنا اليوم. احنا وصلنا عملنا عدة تحيينات إلى حد اليوم. آخر الأرقام هي الأرقام التالية. قانون المالية 2020 بنيناه على نسبة نمو ب 2.7%، هذه الفرضية تقريبا في شهر أوت اللي فات. توا قاعدين نحكي وكما قال لكم سيد الوزير إلا 6.5%. وأنا نحب نضيفكم معلومة أخرى، اللي في أول السنة ما كناش ماشيين باتجاه 2.7%، كنا ماشيين أقل من 2.7%، فالأمباكت متاعه بشكون أكبر. سعر البرميل تخدم قانون ميزانية 2020 65 دولار، احنا قاعدين الفرضية متاعنا تقريبا 45 دولار. هو الشطر الأول متاع العام شاف 40 دولار تقريبا، يمكن الشطر الثاني فما إمكانية أنه يزيد، قاعد يزيد بشوية بشوية. قلنا 50 معدل 45 في السداسي الثاني 45 دولار عام كامل. الموارد الذاتية والجبائية المتوقع أنها باش تنخفض، وسبق لي أني علمت بالرقم هذا تقريبا 5 مليارات من الدنانير، يمكن أكثر شوية 5.4 قاعدين نشوفه. شهر جوان ما كانش كان خلينا نقول عادي ولا في مستوى 2019، ولكن باش يكون عنا مداخيل جبائية أقل. وحذرنا مجموعة من الإجراءات باش يكون الوقع أقل من 5 مليارات من الدنانير، يمكن يكون 4.6، فما إجراءات إضافية باش نكونوا نقصوا في الوقع متاعها. من ناحية النفقات كما تعرفوا زادت خاطر التزمنا بعدة إجراءات اجتماعية وقمنا بها، وباش نزيدوا ونقوموا بالباقي. تعرفوا 200 دينار والشوماج تكنيك وأشياء أخرى، ومحضرين رواحنا الميزانيات أخرى. قمنا زادة بمخزون تحضير مخزون استراتيجي، كما تعرفوا 3 مخازين استراتيجية وحضرنا لهم وصرفنا تقريبا 350 مليون دينار. حضرنا ميزانية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافية 300 مليون دينار، إضافة لعدة إجراءات أخرى. هذا الكل باش يهزنا وين حسب التحيين الأخير؟ تقريبا باش نسبة العجز الميزان التجاري بالنسبة للبيب للناتج القومي باش تفوت 7%. هذا المتوقع حسب التحيينات نتاع السنة. باش نحاولوا ما نقصوش، وان شاء الله يمكن حتى نزيدوا شوية في ميزانية التنمية، وهذا شيء مهم ياسر وتوا نرجع له. ونسبة المديونية بالنسبة للناتج باش تفوت 80% ويمكن تفوت 85% اجمالا، ولكن باش نحاولوا نخليه اللي نسبة المديونية تجاه الخارج ما تفوتش 61 ولا 62%. يعني ما احناش باش نخرجوا برمجين، ما احناش مبرمجين نخرج على السوق العالمية في الأشهر الجاية. هذه بعجالة بعض الأرقام على الميزانية. بالطبيعة هي ميزانية صعيبة السنة وكنا متوقعينه، وكما تعرفوا أعلننا لزيادة، فما بعض الأرقام مش ما كانش موجودة في الميزانية أعلننا عليها 8 مليارات من الدنانير، وبش نحاولوا من السنة نبدأ ونخلصوا فيها بشوية بشوية على سنوات. كل هذا مع بعضه خلى للأرقام السنة بش تكون صعيبة، ولكن عنا الأمل إذا كان نقوم بالإجراءات اللي بش نعلن عليها توا وننطلقوا في برنامج الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، إن شاء الله الوضع يكون أقل آخر السنة ويمكن العام الجاي. كان ناخذ توا بهكا نبعد شوية نشوف الأرقام هذه وين ماشيين وش عملنا بالنسبة للقانون الميزانية. نلقاو اللي الطريقة اللي قدمناها لكم توا تقريبا فما 5 أفكار قوية ممكن نركزوا عليها. أول حاجة اللي الحكومة هذه حطت في الميزانية أنها باش تقوم وتنجز المسؤوليات متاحة تجاه الجانب الاجتماعي.
معنا وقت قلنا باش نعطيه باش نوزعه على 1.2 مليون عائلة قمنا بيهم برمجينه حتى اللي باقي باش نكملوه. هذا واحد. اثنين، قلنا اللي ما حناش باش نزيدوا الضغط الجبائي السنة، وما حناش باش نزيدوا الضغط الجبائي السنة رغم اللي عام صعيب، قرار صعيب واخذيناه وحطيناه زادة وباش نلتزموا به. ثلاثة، رغم اللي عام زادة صعيب قررنا باش منقصوش في ميزانية التنمية، بل بالعكس يمكن نزيدوا فيها شوية، لأن مقتنعين اللي التنمية الاقتصادية هو الحل، والتنمية الاقتصادية وقت يمشي معها تنمية اجتماعية هو الحل، وبها باش نخرجوا من السيركل فيرتيو هذا السيركل فيسيو هذا اللي قاعدين ماشيين فيه. القرار الرابع والصعيب وخذيناه ومتلزمين به هو التدين الخارجي كنسبة، ما نفوتوهاش في عام كما هكا وقررناه. والحاجة الخامسة اللي نحب نقولها لكم زادة، اللي حذرنا مجموعة كبيرة من الإجراءات المالية والاقتصادية كان نفذوها، مش إن البعض منها مش عدى إن شاء الله الأيام القادمة للمجلس نواب الشعب، وكان نطبقوها إن شاء الله بش تجيب لنا مداخيل إضافية ب 800 مليون دينار معها آلية أخرى ب 300 مليون دينار، معنا نجم نجيبه 1.1 مليار دينار وبها نقص الوضع متاع التحيين هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه. الإجراءات هذه ذات الطابع الجبائي والمالي هي سوف ترتكز على 8 محاور في الأيام القليلة القادمة، مش نعطيكم أكثر من 50 إجراء مدرجة في 8 محاور هذه لدفع عجلة الاقتصاد، لتحسين مناخ الأعمال، ولتحسين الوضع الاجتماعي. 8 مراكز هذه ولا محاور، المحور الأول هو تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أكثر من 10 إجراءات سوف نقوم بالإعلان عليها. الحاجة الثانية هي دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الستارت اب، هما تقريبا 5 أو 6 إجراءات. الجانب الثالث تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر، قمنا بالإعلان على بعض منه باش نواصله إن شاء الله في الجانب هذا. المحور الرابع تعصير إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات، فما 5 أو 6 إجراءات باش نقوموا بهم وبدينا فيهم. 5 ترشيد تداول الأموال نقدا ديكاشينغ. 6 إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية. 7 مقاومة التهرب الجبائي واللي وصل وللأسف نسب كبيرة. و8 تطوير الإدارة وتعزيز الرقابة. أيامات إن شاء الله ونعلنوا على جميع الإجراءات بالتفاصيل بطبيعة هذه كتكملة للبرنامج الخطة الإنقاذ اللي باش تقدمها لكم الآن السيدة الوزيرة. وشكرا. 7% أي. إلى حد الآن ماشيين في 7% نتاع سنة 2020 بارابور بيب أي. اللي هي كنا ماشيين في إلا كنا ماشيين الهدف كنا ماشيين إلا 3% كنا ماشيين إلا 3% وهذا باش تفوت إلا 7%. شكرا. تفضل سيد الوزيرة. مرحبا سيدات والسادة، دوري أتوجه لكم بالشكر على حضوركم معنا. ومتابعتكم لهذه الندوة. عندما جاءت الحكومة كان برنامجها الانطلاق مباشرة في الإصلاحات ووضع منوال تنموي جديد يرتكز على 8 مشاريع وطنية كبرى الموجودة في الوثيقة التعاقدية. وكنا نعرفوا الوضع اللي كان فيه العجز الاقتصادي ونسبة البطالة ونسبة التداين اللي لقاتهم الحكومة عندما تسلمت مهامها. ولما داهمتنا جائحة الكورونا تخلقت أزمة ما كانتش في الحسبان، وصدمة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي زادت في تفاقم الصعوبات وأجبرت الحكومة على التأقلم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الدولي المستجد كما أعلن عنهم السيد وزير التنمية والسيد وزير المالية. وهذه أول ندوة صحفية رسمية لتقديم خطة الإنقاذ الوطني للتواصل معكم حول إجراءات
الإنقاذ اللي الهدف منها أعطاء إشارة انطلاق لمرحلة جديدة ستقبل عليها بلادنا. وهذه هي الانتظارات الحقيقية للتوانسة بعيداً عن كل التجاذبات، وإحنا نأمن باستمرارية الدولة وبما ينفع العباد والبلاد. وتونس عندها نقاط قوة ويلزمنا نعتز بها ونبنيه عليها. تونس اليوم تتمتع بصورة جيدة ناتجة على حسن إدارة أزمة الكورونا، وهذا جعلنا في مصاف البلدان الأكثر أمان في العالم. والسر هو تضافر جهود الجميع وانخراط كامل المجموعة الوطنية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. وهذا هو التمشي اللي باش يخلينا اليوم نبنيه، وبالأحرى نعيد بناء اقتصاد على قواعد سليمة، على خاطر ما نجموش ننفذوا المخطط الخماسي والإصلاحات الكبرى إذا لم نبادر بإنقاذ الاقتصاد والمؤسسات ونأمنوا الحفاظ على النسيج الاجتماعي. الخطة المقترحة تمتد على مدة 9 أشهر إلى حين مارس 2021، تاريخ انطلاق المخطط الخماسي 2021-2025. ومن بين أسس هذه الخطة هو ترسيخ مقاربة جديدة لمعالجة القضايا تقوم على مبدأ التشاركية والذكاء الجماعي. وهذه الخطة هي نتاج عمل دؤوب قاموا به ممثلو الوزارات والإدارة وممثلو المؤسسات وممثلو رئاسة الجمهورية من خلال معهد دراسات استراتيجية وممثلو المنظمات الوطنية والمهنية والقطاع الخاص وهياكل المجتمع المدني ومراكز التفكير ومجموعة من الخبراء وهياكل والمختصين الباحثين المختصين اللي نحب نتوجه لهم بهذه المناسبة بالشكر وبخالص الشكر على جهودهم في أعمال الورشات اللي تنظمت في المدرسة الوطنية للإدارة اللي حبينا نعطيها كل الرمزية في انطلاق أعمال اللجان لإعداد خطة الإنقاذ. واهتمت كل ورشة منها بوضع تصور واقتراح إجراءات عملية يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر وعندها أثر حيني إما على المواطن أو على المؤسسة حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقطاعية. ومن دون أي شك أوكد الأولويات المحافظة على نسيج المؤسسات للحد من آفة البطالة وتأمين مواصلة خلق الثروة. ومن أهم الإجراءات الاقتصادية هي تمويل السيولة المالية للمؤسسات من خلال ضمان دولة بقيمة 1500 مليون دينار، مواصلة اعتماد آلية البطالة الفنية بقيمة 100 مليون دينار، لأن الهدف هو الحفاظ قدر الإمكان على مواطن الشغل في ظل الأزمة الخانقة العالمية. وبالطبع السيولة نعرفوها بعض الأحيان غير كافية، ولهذا والمؤسسات يلزمها تراجع هيكلتها وتنظيمها، لهذا نقترح تخصيص مبلغ 700 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات اللي ترغب في إعادة هيكلتها. وسيتم أيضا إحداث مرصد هو تم في وزارة الصناعة لتعهد المؤسسات المتضررة ومتابعتها وخاصة الصغرى والمتوسطة والإحاطة بها ودعمها لضمان ديمومتها، وحرصا من الدولة كيف على عدم إثقال كاهل المؤسسات سيتم تسديد متخلداتها تجاه المزودين، وهذا مهم جدا لدفع الدورة الاقتصادية. وسيتم رصد حدود 1000 مليون دينار لسداد هذه المتخلدات وإنقاذ القطاعات على غرار مقاولي الأشغال العامة والبناء اللي شكلوا أداة دفع الإنعاش الاقتصادي، أداة من الأدوات. بالنسبة للإجراءات الاجتماعية سيتم تخصيص مبلغ 30 مليون دينار كخط تمويل إضافي
لفائدة الفئات الهشة عبر توسيع التغطية الاجتماعية، عبر تحسين الخدمات الصحية والإدماج المالي. كيف سيقع مواصلة الدولة الالتزام بتعهداتها بتسوية عمال الحدائر ولمدة 5 سنوات، والتسوية الشاملة لوضعية الأساتذة والمعلمين النواب على مدة 5 سنوات بداية من شهر سبتمبر، وهذه تعهدات الحكومة اللي موجودة في الوثيقة التعاقدية للحكومة. المقاربة الجديدة اللي نقترحها، المقاربة الجديدة هي في معالجة الإشكاليات الاجتماعية، تتمثل في الاتجاه نحو ما بعد الإعانات الاجتماعية، لأن الغاية منها الحفاظ على كرامة المواطن والمواطنة والتمكين بإدماجهم في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من مسكن لائق ومن تغطية اجتماعية محترمة. ووفق هذا التمشي، فإن الحكومة تلتزم بإدماج 15,000 شاب اللي يتراوح سنهم بين 12 و18 عام اللي انقطعوا عن الدراسة، إدماجهم وهذا قبل نهاية سنة 2020. وهذا الإجراء يندرج ضمن برنامج الفرصة الثانية وبرامج أخرى تخصص لهذا الغرض. كما سيتم تمكين 3,000 عائلة من الحصول على ملكية فردية لمساكنهم قبل نهاية 2020، وإحنا نعرفوا الناس مدى المعضلة الكبيرة هذه، الولوج إلى الملكية، واللي عندما ما عندوش تسوية الوضعية بالنسبة للملكية متاعو ما ينجمش يتحصل لا على ضمان ولا على قرض، وهذا معناها إعادة الكرامة. وهذا الإجراء يندرج في إطار برنامج كامل للتمليك اللي يهم 350,000 عائلة على مدة 5 سنوات. ونعرفوا كيف المعضلة الثانية اللي بالنسبة للمسكن الاجتماعي وصعوب الولوج إلى المسكن الاجتماعي، ونعرف القدرة الشرائية اليوم للطبقة الوسطى اللي قاعدة تدهور. لهذا نتعهد إلى مراجعة معايير السكن الاجتماعي قبل نهاية هذا العام، وأخذ بعين الاعتبار مستوى العيش والمقدرة الشرائية. الآن نتطرق إلى المحور الموالي، وهو ترسيخ آليات النجاعة في الحكمة العمومية. ومن أهم الإجراءات، وإحنا نعرفوا مدى معناها البيروقراطية والمواطنين المكبلين بالإجراءات والبيروقراطية والتعقدات بالنسبة للمواطنين أو المؤسسات، لهنا المقترح وبدينا فيه التخلص من مطالبة الدولة ب50%، نصف الوثائق الرسمية سيقع إلغائها، وهذا ما شرعنا فيه، واعتماد الإمضاء الإلكتروني واعتماد الطابع الإلكتروني، وإنهاء المطالبة بالوثائق المتوفرة عند الإدارة نهائيا، وهذا شرعنا فيه. 2، وضع برامج هيكلة لخمسة منشآت عمومية في إطار الاتفاق مع شريكنا الاجتماعي، وهي 3 شركات دينا في 6 مع 6، الاتفاق حول إعادة هيكلة وإنقاذ شركة تونيسير الخطوط التونسية، شركة تونسية لصناعة الحديد والفولاذ، والشركة التونسية للشحن والترصيف ستان، ومع معناها مبرمج زوز مؤسسات أخرى في إطار الاتفاق مع منظمتنا الوطنية الشغيلة. 3، الرفع من نسبة التأطير في الجماعات المحلية. احنا نعرفوا اليوم واحنا بنينا مسار اللامركزية، ونعرفوا الصعوبات اللي يشهد هذا المسار اللامركزية اللي نص عليه الدستور، وغياب او معناها عدم تواجد بالصفة الكافية الإطارات العليا في الجهات. لذا اليوم نتعهدوا وهذا الدولة باش تكفل بهذا في نسبة تأطير الجماعات ب20%، أن نزيدوا ونرفعوا ب20%، هذا يعني عندنا 1,000 إطار ستمكينهم من الانتقال من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية عبر منظومة تحفيز وامتيازات ضمن خطة الحراك الوظيفي. كذلك تعزيز قدرات القطب القضائي والمالي
بالإمكانيات المادية والبشرية لضمان نجاعة أدائه وتسريع البت في الأحكام القضائية الجارية مع نهاية سنة 2020. بالنسبة للمحور الرابع لخطة الإنقاذ اللي تمثل في خلق فرص جديدة للاستثمار ونمو الاقتصادي. المرحلة القادمة تتطلب توفير كل ظروف حتى نمكن المستثمرين من استغلال الفرص وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الآليات القانونية الجديدة. ووفق هذه المقاربة لن يكون اقتصادنا حكراً على مجموعة دون غيرها، وسيتم التصدي للاقتصاد الريعي، بل إن الدولة ستعمل على تمكين جميع المستثمرين اللي عندهم أفكار وقدرة على الاستثمار من المبادرة وخلق الثروة في إطار التنافس النزيه دون تمييز أو قيود. وعلى هذا الأساس تتضمن خطة الإنقاذ أهم العناصر التالية: أولاً التخلي عن المطالبة ب 27 رخصة استثمار مع حلول ديسمبر 2020 وتدعيم وتعويضها بالطبع بكراسات شروط وتدعيم صلاحيات مجلس المنافسة على الصعيدين القانوني والمادي. اثنين، وهذا هام جدا، التركيز على المشاريع الاستثمار الكبرى المهيكلة سواء كانت بشراكة مع القطاع الخاص أو استثمارات خاصة، مع العلم أن البلاد لم تعد تتحمل وضعية المشاريع المعطلة ونسبة الإنجاز اللي تعرفوها والتقدم ضعيفة جدا. لهذا الآليات المقترحة لهنا من شأنها أنها باش تذلل الصعوبات الإدارية والإجرائية، وخاصة تشجع المسؤولين والإدارة على المبادرة وأخذ القرارات. والإجراءات هذه تتمثل في إحداث هيئة عليا وقاعة عمليات لضمان إنجاز المشاريع بالجهات ومتابعة تنفيذ القرارات ساعة بساعة على وقع جدول آليات اللي تم اعتمادها في إدارة الأزمة اللي شفناها ورات النجاعة متاعها في الإدارة والمتابعة والتنفيذ. بعث عمليات لمتابعة تحسين مردودية ميناء رادس والترفيع فيها من 4 حاويات في الساعة إلى 10 حاويات، وكل يعرف معضلة المردودية بالنسبة لميناء رادس ووقعه على الاستثمار والمستثمرين. التسريع في إجراءات إسناد الضيعات الدولية الفلاحية لقرابة 20,000 هكتار قصد بعث شركات الأحياء والتنمية. إسناد مواثيق قطاعية لباكت سيكتوريال في المجالات الواعدة مثل صناعات النسيج والملابس الجاهزة ومكونات السيارات والأدوية. الاستفادة من نظام المبادر الذاتي والعمل على انخراط 1,000 مواطن ومواطنة في حدود سنة 2020 يعني آخر هذا العام، و10,000 مع نهاية 2021. الاستفادة من منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والترفيع في مساهمة هذا القطاع في نسبة النمو وأعداد النصوص التطبيقية اللي شرعنا فيها وتفعيل عقود البرامج لكونتخاب خوغرام في حدود 2020. الحضور الكرام، هذه هي أبرز ملامح خطة الإنقاذ، ولديكم كل التفاصيل بالنسبة للوثيقة اللي تم توزيعها. كما سيتم الإعلان عن دفعة ثانية من الإجراءات في غضون الأسابيع القادمة كيف في إطار خطة الإنقاذ. نحب نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ونفسح الآن المجال لطرح الأسئلة، وشكرا لكم. شكرا. شكرا. ماهر زمجي لجون ستاب. عندي مجموعة من الأسئلة لأعضاء الحكومة. أول سؤال سي سليم العزابي، هو سؤال سياسي. بوصفك عضو في الائتلاف الحكومة عن تحية تونس، حبيت نعرف شنو موقفك السياسي، موقفك السياسي بالنسبة لشورى حركة النهضة اللي كلف رئيس الحركة بإجراء مشاورات. السؤال الثاني سي سليم، حبي نعرفه
بالإحصائيات قديش تم تعبئة موارد بين قروض وهيبات خلال أزمة الكوفيد؟ السؤال الثالث اللي كنتي خاصة هو ما بعد أعلن الفاداس على تأجيل سداد قروض تونس، هل هناك توجه لمطالبة بعض المؤسسات الدولية بإلغاء أو تأجيل أو تعليق سداد ديون تونس؟ سي نزار عيش وزير المالية، سامحوني الزملاء. سيد الوزير، بالنسبة للتحليل الميزانية نحب نعرف الفاغاردي معناها 47 مليار دينار أم تم التقليص فيها، وإذا كان تم التقليص في الميزانية الوزارات أنت يقول تحليل الميزانية لندرا أسكيل فاغاردي لونفلوب تاع 47 مليار بور لاني 2020 أو بيان باش تم مراجعتها أو ترفيعها فيها. شكرا. إجابة على الأسئلة فيما يخص تعبئة الموارد المالية، فما زوز على زوز مستويات. المستوى الأول تم تعبئة موارد مالية خاصة بالكورونا فيروس السنة على زوز مستويات. المستوى الأول هو في إعادة هيكلة المشاريع الموجودة واللي كانت متعطلة، واللي عودنا وجهنا المبالغ هذوما نحو المبالغ اللي تخص خاصة الكورونا فيما يخص الإعانات الاجتماعية وايضا الاعانات على مستوى شراء الادويه لوزاره الصحه، وهذا المبلغ حوالي في عاد الهيكل 845 مليون دينار. وايضا تم بالطبيعه تعبئه موارد، تسريع موارد ماليه خاصه اللي كانت موجوده الحقيقه في الميزانيه ومبرمجه على عامين ولا ثلاثه، سرعنا في السحب نتاعهم. ووزاره التنميه والاستثمار والتعاون الدولي بقت نظر على التمويلات اللي ترقاهم في المراسيم اللي تعداو في المراسيم، هم خمسه ولا سته مراسيم، فما ايضا نسبه سحب حاولنا نرفعوا بها، وصلنا لحتى 162% ما هو كان مبرمج في الميزانيه تم سحبهم على مستوى 2020. شو معناتها؟ معناتها كي بدا فما تمويل كان على عامين وعلى ثلاثه، عاودنا تفاوضنا مع المؤسسه المانحه باش تسرع في السحب، وفي عوض ما ناخذوهم في العوام المقبله خذيناهم السنه. فيما يخص النقطه الثانيه هي تخص قلت لي على وزاره، على مجلس الشورى بالطبيعه، احنا اليوم مجتمعين بصفة وزراء في الحكومه، وكنت حاب نعملوا معناتها لقاء نتحدثوا بصفتي الحزبيه، ولكن اليوم ماذا بيا البلاد الكل تحكي على التجاذبات السياسيه، كان نجم نخليوا الوزراء والحكومه تتلهى بالمشاكل نتاع التوانسه والمشاكل السياسيه وين تحطوا فيها في اطار اخر مش في الاطار هذا. السؤال الثالث هو الفداس. الو في بالطبيعه فيما يخص الفداس كما قال السيد وزير الماليه وتفضل به السيد رئيس الحكومه، سياسه الحكومه فيما يخص المديونيه تغيرت، والحقيقه في ازمه الكورونا رفضنا عديد من التمويلات وعديد من القروض، وما عندناش خط احمر فيما يخص الماليه العموميه والحد من نقولوا معناتها الصرف السناء، خاطر كنا عندنا اولويات اخرى اللي فيما يخص المساله الاجتماعيه، وتفاوضنا مع العديد من المؤسسات الدوليه، والفداس جاوبت ايجابيا معنا واجلت كل اللي كنا باش نخلصوه السنه في على مستوى الفداس في القروض السابقه اجلناهم الى العام المقبل. تبقى احنا اليوم قاعدين نتفاوضوا مع عديد من الدول. كما تعرفوا على مستوى المديونيه فما ثلاثه انواع، فما الاسواق العالميه والوطنيه، هذوما ما نجموش نتفاوضوا فيهم خاطر عباد معناتها هذوما معناتها المبالغ ما نجموش معناتها يسيروا فيهم تفاوض، هذوما الاسواق الماليه. فما المؤسسات الماليه الدوليه اللي هما كيما الفاداس وكيما البنك الدولي وكيما الاجنس فرونسيز دو ديفلوبمون، هذوما كيف كيف المبلغ نتاعهم ماهوش كبير والشروط الماليه نتاعهم ميسره جدا. واخيرا وهي نقطه كبيره هي القروض الثنائيه بين الدوله التونسيه والدول الشقيقه كيما فرنسا ولا قطر ولا ايطاليا والعديد من الدول هذوما. وفي الحقيقه اليوم فما اربع دول تونس قاعده تتفاوض معهم مباشره لوجود الحلول اللازمه على مستوى اما التاجيل ولا اعاده النظر في هذوم المسائل، وهذوما ما عندهم حتى تداعيات على مصداقيه الماليه للبلاد، خاطرهم هذوما داخل في اطار الدبلوماسي البحت والعلاقات الثنائيه البحته ما بين الدول، وهذا معمول به وصار سابقا، واحنا اليوم ما عندناش خط احمر، كل اللي في مصلحه تونس قاعدين نعملوا فيه باش نقصوا الضغط على الماليه العموميه بتاع البلاد. شكرا. هو لا هو بري ودون معناتها لازم نعملوا فيهم جرد كامل، ولكن موجودين
أربع دول. هو لدي فرنسا موجودة، نتحدث معها، إيطاليا موجودة، قطر، ذولي والسعودية ذولي الأخرين ذولي. نتبتوا مع وزارة الخارجية في النقطة هذه. هنا سلطاني إذاعة موزايك، سؤال موجه لسي سليم العزابي وسيد الإجابة. وتكمل اللي تفضل بيه السيد الوزير، قروض تونس سوف تسدد في الوقت، وهذا ملتزمين به، وهذا ديما باش يقعد ماشي مهما كان الصعود الوضع، ديما من اولوياتنا ان نسدوا، وباش ان شاء الله نسدوا في الوقت جميع القروض اللي عنا. فيما يخص سؤالك سيد الكريم، تقليص في ميزانيه الوزارات، ما حناش باش نقصوا في ميزانيه الوزارات، ما حناش باش نقصوا السنة في ميزانية الأجور، هذا اللي ماشيين فيه، باش نحاولوا نرشدوا أكثر المصاريف الأخرى، وترشيد المصاريف الأخرى لن يكون على حساب ترشيد ميزانية التنمية التيتر دو ولا لافيسيسمون. فهذوما الحوايج معناها عموما. تمويل الميزانية قاعدين نخدموا عليه بالأرقام الجديدة. أي هذا اللي كنت نقول توا، معناها الشيما دو فينانسمون نتاع 2020 تمويل. عندنا تصور حسب الفرضيات والشيما دو فينانسمون موجود، ولكنه صعيب ومربوط برشا حوايج، مربوط بالإجراءات الإضافية اللي باش نقوم بها، وأعلن على البعض والبعض الآخر باش يجيكم بعد أيامات، والبعض منه والإجراءات هذه الإضافية هي متقسمة لثلاثة محاور. فما أشياء معناها لازمها مشروع قانون لازم يتعدى على المجلس في الأيام القادمة، وبالطبيعة لازم ينظر عليها يشوفها المجلس، وتعرفوا التجاذبات السياسية الموجودة. وهذه فرضية أن بنجيبوا 800 مليون دينار ولا 1.1 مليار دينار اللي قلت لكم عليهم إلا ما بعد ما يصادق عليها المجلس، وإن شاء الله التجاذبات هذه اللي ماشية ما تأثرش علينا، ولكن احنا واخرين حساباتنا اللي بال 1.1 مليار دينار باش نكملوا ان شاء الله الفينانسمون، الشيما دو فينانسمون نتاعهم. الجزء الثاني هو باش نحطوه في مشروع قانون ماليه نتاع 2021، والمجموعه الثالثه هي اجراءات ما تستوعبش معناها ما تستحقش مبادره تشريعيه باش نقوم بها احنا معناها في وزاره الماليه ولا مع في الوزارات الاخرى اللي قاعدين نسقوا معها. شكرا. تفضل. موزايك في نفس السياق سيد وزير المالية وأيضا سيد وزير التنمية، القول بأنه لا خروج إلى الأسواق الأجنبية، القرار اللي خذيتوه هذية في برشا مسؤولية، لكن كيفاش باش يتم رفع التحديات عدم الخروج والحصول أيضا رفض عديد التمويلات من عديد الشركاء الأجانب، تحدي كبير بالنسبة لتونس مع نسبة المديونية اللي نشوفوا فيها. كيفاش باش يتم يعني تجميع مداخيل للدولة لسد أيضا لدفع المديونية الكبيرة، وأيضا للنجاح في هذا التحدي اللي خذيتوه عدم الخروج للأسواق الأجنبية؟ سؤال هذا الأولاني. الثاني المدام لبنى الجريبي سيدة الوزيرة حول التصدي للاقتصاد الريعي، يريد تعطينا حتى بعض الآليات المهمة، ولكن مش كان الاقتصاد الريعي، فما الاقتصاد الموازي وبرشا يعني تحديات تظرف الاقتصاد المقنن، كيفاش باش يتم التصدي لها لممكن ربح مداخيل لميزانية الدولة قد تساعد في نجاح الخطة التي اقترحتموها اليوم؟ وشكرا. ده فيما خص سؤالك الأول، فما تقريبا افور سوبلمونتير 3.9 مليار دينار، منهم 1.1 موجودين بالاجراءات الاضافيه، منهم والتمويل الخارجي ماهوش باش يزيد كما قلت قبيلك، الباقي هو تمويل داخلي، وقاعدين نخدموا على اليات جديده مع البنك المركزي لتمويل داخلي ما غير ما تاثر على السيوله للبنوك. اي طيب باش نعطيكم التفاصيل نتاعهم بالواحد، فما تقريبا 10 ولا 12 اجراء للواحد، معناها وكل اجراء تقريبا من بين 200 و300 و400 مليون دينار. هذوما نعطيكم تفاصيل
فيهم. فما نقطة ثانية قلت في نحب زادا نقول اللي فيما خص جميع القروض اللي جاية من الخارج احنا في موقع الالكتروني لوزارة المالية باش تلقاو وثيقة فيها بشهر بشهر منين جاوا الفلوس بنا عملة ومن عند شكون معناتها تلقاوها في الموقع وبكل شفافية. هذه هي تداعيات. لو كان مشينا كنا ماشيين في النظام القديم بالطريقة القديمة معناها نزيدوا بالطريقة اللي كنت تشوفوا فيها في الانتدابات وفي الأجور ما غير ما نرشدوا المصاريف ونوخروا في القرارات الصعيبة رانا ونتحكموا وقعدنا اون ابروش بيجيتير ستريكت وان ابروش مونيتير ستريكت ننساو ونسينا الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. وهذه من بعض الدروس اللي خذيناها، احنا تو خذينا قرارات صعيبه باش يزي، وهذاك علاش نسبه ميزانيه العجز الميزانيه ومش التجاريه كما قلت قبيليكا، الميزانيه هو اللي باش يرتفع على غالب، ولكن الاولويه تو هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. السنه باش تجي ضربه كبيره على الميزانيه وعلى عجز الميزانيه، ولكن ان شاء الله انطلاقا من السنه الجايه نبداو نحسنوا في الامور ونبداو نرجعوا في كورب ديسوندونت ان شاء الله. في الاليات فما استعانه باجور المواطنين، هل انه فما طلب لمعاضده ثانيه بعد جائحه كورونا من الموظفين والمواطنين كما حصل الامر بالنسبه لفتره جائحه كورونا والواحد في المئة يعني يوم عمل والى ذلك؟ لا، وبكل وضوح لا يزي الناس اللي دفعت وقاعده تدفع كسوا من المواطنين ولا من الشركات. لا بالعكس، احنا قلنا ما نزيدوش في الضغط الجبائي السنه باش نحاولوا ندمجوا الاقتصاد الموازي، وبادماجوا عنا تصورات انه باش يدخل لنا مداخيل اضافيه، باش نعملوا اللي سميناهم كوم ليزامنيستي دينار ودوشانج، زاده باش يعملوا لنا مداخيل جبائيه، باش يقوموا بعض التعديلات زاده في قطاعات معينه باش يجيبوا لنا بعض المداخيل الاضافيه، باش نعملوا تركيز كبير على التهرب الجبائي باش يدخل لنا بعض المداخيل الجبائيه، واجراءات اخرى ان شاء الله نعطيكم التفاصيل فيها. شكرا. شكرا على السؤال. بالنسبة للاقتصاد الريعي خلينا نقوله هو معضلة الاستثمار ثلاثة: أولا غياب الاستقرار القانوني والجبائي وخلينا نقوله زاد السياسي. اثنين الاقتصاد الموازي معضلة، وثلاثة الاقتصاد الريعي، وهذا احنا تعهدنا به بالنسبة لخطة الانقاذ وبالنسبة للإجراءات الجبائية اللي أعلن عليهم السيد وزير المالية. أولا معناها ما مسيناش الجباية في وضع شح الموارد، تعهد بالعكس بأنه في السنة القادمة سيقع معناها يكون عندنا جباية مستقرة وعدم المساس بها بالنسبة للمؤسسات. اثنين بالنسبة للتصدي للاقتصاد الموازي كما أعلن السيد وزير المالية، هناك العديد من الإجراءات لتسوية الوضعية وإدماج السوق الموازي شيئا فشيئا. احنا الهدف شنو هي الرؤية شنية؟ هي أنه استقرار الجباية وتوسيع القاعدة الجبائية وعدم الترفيع بالنسبة للجباية للقطاع المنظم والمؤسسات الشفافة واللي تخدم على روحها. بالنسبة للاقتصاد الريعي، الاقتصاد الريعي يعني شنو مفهومه؟ مفهومه أنه اليوم في بعض الأحيان ثم تفاهم بين الأسعار بين زوز فاعلين اقتصاديين، هذا يتسمى اقتصاد الريعي. وشكون اليوم الهيئة اللي مشرفة على هذا؟ هو مجلس المنافسة. لهذا احنا قلنا أنه يلزمنا ومجلس المنافسة اليوم مش قاعد حقيقة يقوم بدوره، أنتوكا ما عندوش الإمكانيات والإطار القانوني. نعرفوا العديد من القرارات من المئات اللي منذ تكون مجلس المنافسة اللي هو معناها لم يقع تطبيق القرارات. لهذا لهنا بالنسبة لخطة الإنقاذ المقترح هو تدعيم دور مجلس المنافسة، تدعيمه ماليا وقانونيا للاطلاع بدوره نحو معناها وإنهاء وضعيات احتكار السوق والتفاهم حول الأسعار.
وكيف كيف لهنا عندنا تراخيص برشا تراخيص بالنسبة للاستثمار. مقترح عملي بالنسبة خطة الإنقاذ لهنا عنا معناه ديتيرميني 27 رخصة بحلول سيقع إلغائها لحلول نهاية ديسمبر 2020 لهنا وتعويضها بكراس الشروط. الهدف دائما أن تكون معناها الإنصاف بالنسبة لكل المستثمرين اللي يحب يستثمر بدون أي تمييز في إطار الشفافية التامة. مهر صغيرة ديو جوهر افام. سي سليم نحب نسلك على حكيت على انه كورونا كانت رصاصة الرحمة على المنوال التنموي القديم. دونك شنو المنوال التنموي الجديد؟ شنو هي الفكرة اللي تحب تسوق لها الحكومة بالنسبة للمنوال التنموي الجديد؟ وبالنسبة للإصلاحات الكبرى اللي حكيت عليها معناها كيفاش شنو ضمانات تمريرها في ظل الصراعات السياسية الكبيرة في مجلس نواب الشعب وحكاية الحزام السياسي للحكومة؟ بالنسبة للمدام دونك عندي سؤال بالنسبة للاحتجاجات، احتجاجات المعطلين على العمل يعني عندهم برشا، وبالنسبة زادة حتى للأساتذة النواب حتى المساج بتاع وزير المالية مازال ما وصل لهمش، مازالوا معتصمين قدام الوزارة. نحبوا نعرفوا زادة موقف الحكومة من اعتصام الكامور وقفصة سيرتو أنه الفوسفات توا واقف معناه. شكرا. فيما يخص منوال التنمية تحدثت على رصاصة الرحمة ومؤكد كلمتي. مبني منوال التنمية القديم مبني على 6 ركائز. أولا المديونية، 2 وضع المؤسسات العمومية، 3 اقتصاد الريع اللي تحدثنا عليه، 4 البيروقراطية المشطة، 5 فما 2 ملفات جديدة لازم نزيدوهم في منوال التنمية الجديد، ولكن اللي هي مفهوم جديد للسيادة الوطنية لازم ندرجوه، وأيضا مكافحة الفقر. خاطر اليوم اللي ما عندوش الماء وعطشان اسمه فقر، اللي ما عندوش مسكن لايق اسمه فقر، اللي ما عندوش مسلك باش يوصل ولاده للمدرسة اسمه فقر، واللي ما عندوش موطن شغل اسمه فقر. قبل الثورة كنا نخبيو فيه، وبعد الثورة ولينا حاشمين منه، لكن اليوم احنا في الحكومة موقفنا واضح. منوال التنمية جديد ما يلزموش يكون مبني على المديونية المشدة، خاصة على مستوى المديونية الخارجية، هذه الحاجة الأولى. 2 حوكمة المؤسسات العمومية، موقف الحكومة اللي عادتها يكلتها وتحطت سيد الوزيرة على 4 مؤسسات عمومية اللي باش يتم التركيز عليهم باش نحاولوا نعملوا منهم نموذج على مستوى الهيكلة. ما عادش نجمو نواصلوا، ما عادش نجمو نكملوا نرقوا معناتها. 3 على مستوى اقتصاد الريع، فما خطة كاملة ومتكاملة كيفاش نعاودوا نشوفوا نعاودوا نهيكلوا هل الاقتصاد هذا. البيروقراطية اللي تحدثنا عليها المشطة أيضا في منوال التنمية هي كل ما يخص الرقمنة والتقليص من الرخص. ونزيدوهم كما قلت 2 المحاور الجديدة في منوال التنمية اللي باش يكونوا السيادة الوطنية ومفهومها جديد. السيادة الوطنية بعد أزمة الكورونا ما عادش تتلخص في الأمن والداخلية والخارجية والعدل. اليوم شفنا اللي مفهوم السيادة الوطنية أوسع من هذا بكثير، واحنا في الحكومة أيضا شفتوا في الأزمة اللي فاتت كيفاش ركزنا على المخزون الاستراتيجي على المستوى الطاقي على المستوى الغذائي والتكنولوجي. اليوم فما مفهوم جديد لازم نبلوروه في إطار منوال التنمية الجديد. تقولوا لي وقتاش هذا باش نعملوه؟ هذا باش نعملوه في إطار المخطط اللي تحدثنا عليه الخماسي الجديد اللي الحكومة نورمالمون لازم تقدمه في الثلاثي الأول ل 2021. عندنا خطة الإنقاذ هذه باش توصلنا حتكشي المارس بالإجراءات نتاعها، ومن هوني المارس بالتوازي الحكومة ستعمل على بلورة المخطط الجديد للتنمية اللي بش يكون فيه رؤية جديدة والمنوال التنمية الجديد اللي هو بش يكون مرتكز على 6 نقاط هذوم. طارق عمارة وكالة رويترز. سؤالي السيد وزير المالية لو سمحت بخصوص صندوق النقد، كان فما فكرة انكم تخرجوا تتفاوضوا مع صندوق النقد، صندوق النقد قال انه متوقع ابرام اتفاق في النصف الثاني من العام، فوين وصلت الامور خصوصا انك ما قلتم ما كمش باش تلتجيوا للسوق الديون الاجنبيه؟ هل هناك اتفاق متوقع قريبا؟ اذا كان عندكم فكره هل حددتم تقريبا قداش تحتاجوا تمويلات سيد الوزير في الاتفاق؟ تقريبا نعرف انه هذه امور تقنيه. سؤال ثاني لو سمحت، فما
تداعيات أزمة الكورونا متفقين فيها. فما مستجد جديد هو الأزمة السياسية. لا قدر الله إذا استمرت أزمة سياسية والجمود السياسي، ما هي تكلفة هذه الأزمة على الاقتصاد التونسي؟ شكرا. شكرا على زوز أسئلة. فيما يخص صندوق النقد الدولي، نحب نذكر اللي وقت الحكومة تسلمت وقتها كان النقاش مع صندوق النقد الدولي واقف، ورجعناه باش نجمنا كملنا. ونذكركم اللي القرض اللي جاء أقل شوية 750 مليون دينار جاء في وقته وكان في وقت صعيب، ونجم نقول لكم جاء بربي جاء وقتها، على خاطر التمويل ما كانش موجود وضربت كورونا ما كانش حتى واحد ما كان قرأ حساب اللي صار. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، عملنا فترة تقييمية مع صندوق النقد الدولي لأسابيع باش نفهموا شنو اللي صار في الزوز برامج اللي تعداو، وعلاش صراحة النتيجة اللي صارت ما وصلتش كما اللي حبيناه احنا كتوانسة. ومن ضمن الأشياء اللي خرجت وبقوة، اللي المستوى الاقتصادي خاصة الاقتصادي ما تليناش به منيح في الفترة اللي فات. يعني الجانب الاقتصادي ما كانش ماشي، تلينا بالمونيتير، تلينا بالبيجيتير، تلينا بحوايج أخرى، أما الجانب الاقتصادي ومعه الجانب الاجتماعي ما كانش فما برنامج قوي فيه. الحاجة جديدة توا مع برنامج مع صندوق النقد الدولي، احنا انطلقنا توا نحكي تقريبا كل أسبوع معهم. الهدف متاعنا أن نبدأ في النقاش يعني الرسمي معهم في الأسابيع الأيام ولا الأسابيع القادمة، وماذا بينا في غضون 3 أو 4 أشهر نصلوا الاتفاق نهائي. أما الحاجة جديدة اللي البرنامج الجديد باش يكون مع صندوق النقد الدولي، باش يكون انطلاقته هو تصور واستراتيجية الحكومة هذه، وهذه حاجة جديدة. التصور متاع الحكومة، نظرة الحكومة، برنامج الحكومة، جانبها الاجتماعي القوي للحكومة، جانبها زاد الاقتصادي القوي، هذا كله لازم يكون موجود في البرنامج، وباتفاق معهم مش يكون إن شاء الله موجود في البرنامج. فيما خص سؤالك الثاني، إن كمان لك قلت لي قداش باش يجيبوا تقريبا، احنا عاملين حسابنا مش حاجة كبيرة السنة، أما الهدف منه مش حاجة كبيرة. خلينا نحسب بعض 100 ولا أكثر شوية من مئات، خلينا نقول معناها مش مونتون كبير من مليون دو دينار. الهدف منه مش هذا، الهدف متاع صندوق النقد الدولي هو رسالة زادة كبيرة لجميع شركاء تونس في العالم، نكونوا عنا برنامج وعنا متفقين كسترة. معناها مش العلاقة المباشرة مع صندوق النقد الدولي هي مهمة، معناها مش مهمة كقيمة قرض، ولكن هي رسالة توري اللي احنا عندنا التزاماتنا كدوله وقاعدين ماشيين في برنامج صحيح. وانا عندي قناعه اللي باش نبداو كنبداو ببرنامج الحكومه المره هذه باش نوصل البرنامج خير برشا من اللي مشينا فيه، واحنا ما نمشيو كان ببرنامج الحكومه. الحاجه الاخرى فيما يخص الازمه السياسيه وش مدى تداعياتها، باش نقول لك من الاخر، وقت نقولوا عنا عام صعيب كما هذا ونقولوا اللي فما 8 مليارات دينار أوربيجي، ونقولوا الأزمة هذه جابت لنا 5 مليارات دينار 13 مليار دينار ونزيدوا عليها أزمة سياسية، يسر ما عناش اللوكس باش نزيدوا أزمة سياسية أخرى، باش نكون واضح. وأنا قلتها حتى في الأسبوع اللي فارت، أكبر خطر على تونس في المرحلة الجاية ما هوش خطر خارجي، هو خطر داخلي ومربوط بالأزمة السياسية، وماذا بينا إن شاء الله نفوز تهدى شوية وخلينا مركزين أنتوكا احنا كحكومة وكأعضاء حكومة والوزراء هنا جايين وباش نقعدوا نخدموا دون لاكسيون وفي العمل الى اخر دقيقة، مهما كان عمر الحكومة سنوات او اقل من السنوات. فهذا هو التوجه نتاعنا. شكرا رفيق دريدي من إذاعة شمس فام. وباش نواصلوا في نفس السياق سيد الوزير، يعني هل تأمل الحكومة أن تواصل في تنفيذ برامجها، خاصة وأنه حركة النهضة يعني أحد الشركاء الرئيسيين يعني في الحكم، يعني الموقف كان واضح ويبدو أنه كذلك هناك تقديرات بأن عمر هذه الحكومة يعني لن يكون طويلا، طبعا في علاقة دائما بموقف حركة النهضة، ونعرفه كيف الجدل طبعا اللي صاير حاليا حتى يعني على مستوى البرلمان. يعني هل سيكون هناك تصميم على مواصلة هذه الإصلاحات حتى يعني في صورة تعدد السيناريوهات طبعا؟ به
شوف المصممين باش نقوموا بالاصلاحات مهما كانت بطبيعه اذا كان جانب فما جانب يستوعب لازم جانب تشريعي وبرلمان باش نشوفوا كيفاش نقوموا به، لكن فما عده الاجراءات معنا مبادرات هي اجراءات نجم نقوموا بها. فاحنا مواصلين للاخر باش نقعدوا مركزين على اللي ينفع التوانسه، على اللي ينفع التوانسه. ونحب نقول لكم حاجه، حتى كانت اثرنا برشا بالجانب السياسي، راهو التاثير بيدو والجدل السياسي بيدو ياثر على الاقتصاد وياثر على المستوى الاجتماعي، ماهوش منفصلين على بعض. وقت واحد مستثمر يحب يستثمر ويلقى هذا معناها هذا يمشي ويجا والاخذ والرد، ويقول لك يكون باش يكون يعمل مشروع. واحنا قابلنا العديد من رجال الاعمال عندهم مشاريع حاضره ويحبوا يقدم، اما وقت تلقى المناخ مش باهي ماهوش باش يستثمر. وقت تمس الجانب الاقتصادي بطبيعه باش تمس معاه الجانب الاجتماعي. وحاجه اخرى وقلت عليها في السابق، اللي تصنيف تونس وترقيم تونس في عند عده منظمات يحطوا نسبه كبيره، والبعض منهم يحطوا نسبه 50% على الجانب الاستقرار السياسي. فماذا بيا يكون معناها روح المسؤوليه عند الناس الكل، نهديوا الاجواء راهو مش وقته، ونخدموا على 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 رواحنا باش تونس احسن. عندنا امكانيات كبيره، عندنا امكانيات كبيره، عنا طاقات ما شاء الله، عنا جميع أسباب النجاح قلت قبل، ولكن هيقول هالمناخ متاعها باش نجمو نجم إن شاء الله. شكرا.